حضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان وتغطية جديدة بنقدمها لحضراتكم دايما من صالة التحرير، وهنتكلم فيها مع حضراتكم عن فنانين عاشوا تحت الأضواء طوال حياتهم، أمتعونا وأبهرونا بأدوارهم الفنية اللي قدموها لنا. بس خليني أقول لحضراتكم أنه على قد المتعة اللي نقلوها لنا وعيشونا فيها، كان في جانب تاني في حياتهم ما تحكاش عنه، وأسرار وكواليس كتير جداً ما تقلش عنها حاجة، وفي كتير منها لأول مرة هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة. يكفي أني أقول لحضراتكم أنه الناس اللي ياما ضحكونا كانت حياتهم ونهايتهم مأساوية. طول الوقت دايماً بنفكر أنه الفنانين طالما بيتمتعوا بالشهرة والمال والنجومية يبقى مستحيل يحسوا بأي حزن أو ألم، بس للأسف ده مش حقيقي وده مش كلامي، ده الواقع والحكايات اللي هنقولها لحضراتكم في هذه التغطية. خلينا نبدأ مع حضراتكم بأول فنان معانا النهاردة، وهو الفنان الكبير موسيقار الأجيال، الفنان العظيم محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب اتولد يوم 13 مارس لعام 1898 في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة. كان والده هو الشيخ محمد أبو عيسى المؤذن والقارئ في جامع سيدي الشعراني في باب الشعرية. الفنان محمد عبد الوهاب عمل كملحن ومؤلف موسيقي وأيضا كممثل سينمائي. بدأ حياته الفنية كمطرب لحد ما لقب بموسيقار الأجيال، وده الحقيقة لأنه كان عنده موهبة عالية جدا جدا من أدائه للموسيقى وعزفه الرائع اللي كان الحقيقة مختلف، عشان كده يمكن اتلقب بموسيقار الأجيال. لكن ده عن حياته الفنية. حياته الشخصية كانت الحقيقة فيها شيء من المعاناة، لأنه كان بيعاني من مرض بيسمى بالوسواس، وده اللي حكت عنه عفة محمد عبد الوهاب ابنة الموسيقار الراحل في تفاصيل حوار تلفزيوني عن والدها الراحل، وقالت فيه أنه كان شديد الوسواس وكان عنده أطباء كتير جدا بيتواصل معاهم كل يوم، وكان دايما بيخاف انه يتعب فجأة وما يلاقيش طبيب يعالجه، عشان كده كان بيحتفظ بدفتر خاص بيه فيه كل اسماء الاطباء اللي كان معظمهم اصدقاء ليه. لو حضراتكم كمان ملاحظين في كتير من الصور اللي كان بيظهر فيها الفنان محمد عبد الوهاب كان دايما بيمسك منديل وبيضعه على انفه وفمه خوفا من العدوى. ايضا كان قلما يزور أي حد في المستشفى حتى أصدقائه المقربين، أيضا ده كان خوفا من إصابته بأي مرض. لكن رغم حرصه الشديد كان سبب وفاته غريب شوية. قيل أنه اتشنكل في سجادة أرضية ونتيجة سقوطه الحاد سبب له جلطة بالمخ وتوفي على إثرها وأقيمت له جنازة عسكرية. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لفنان ومبدع آخر، وهو الفنان محمد فوزي. الفنان محمد فوزي زي ما حضراتكم عارفين من أبناء محافظة الغربية التابعة لمركز قطور، اتولد في قرية بتسمى بكفر أبو جندي أو كفر أبو جندي، وده كان يعني الابن رقم 22. فنان محمد فوزي كان الابن رقم 22 من أصل 25 ابن، منهم الفنانة هدى سلطان والفنانة هند علام. بداية الفنان محمد فوزي كانت في عام 1944 لما قرر أنه يدخل عالم السينما لأول مرة من خلال دوره في فيلم سيد أو سيف الجلاد، وده كان خلال ثلاث سنين يعني في خلالهم استطاع التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طيلة فترة الأربعينات والخمسينات. لكن في عام 1958
أسس محمد فوزي شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات وتفرغ تماماً لإدارتها، وضرب بيها شركات الإسطوانات الأجنبية اللي كانت بتبيع الإسطوانة وقتها بسعر 90 قرش وهو كان بيبيعها ب 35 قرش فقط. بس يعني مش كده لحد دلوقتي، كمان الفنان الكبير محمد فوزي أنتجت شركته أغاني لكبار المطربين، وده يعني كان طفرة في وقتها، لأن كمان شارك معاه فنانين كتير جدا زي أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهم. لكن فجأة وفي عز نجاحه دهمه مرض احتار في أطباء العالم كله، ده طبعا في وقتها يعني. فقرر الفنان محمد فوزي للسفر للعلاج بالخارج، وفعلا سافر للندن في أوائل 1965، ثم عاد لمصر بدون علاج، وبعدها سافر مرة أخرى لألمانيا، وحتى كمان المستشفى الألماني يمكن أصدر بيان قال فيه إنه لم يتوصل لمعرفة المرض الحقيقي للفنان محمد فوزي ولا كيفية علاجه. ويمكن المرض ده بعد كده تم تشخيصه يعني بأنه سرطان العظام، وتوفي على إثره في 20 أكتوبر عام 1966 وعن عمر بيناهز 48 عام. خلينا نروح مع حضراتكم لفنان آخر وهو الكوميديان سيد زيان، واللي لمع في بدايته الفنية من خلال مسرحية سيدتي الجميلة مع النجم الراحل فؤاد المهندس والفنانة شويكار، وكان ليه إفيهات كتير جدا علقت في أذهان الجمهور لسنين وسنين ولحد دلوقتي. النجم المحبوب سيد زيان توفي في 2016، وكان بيعاني في سنواته الأخيرة من أثار جلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة وأيضا القدرة على النطق، لكن سبحان الله يعني بيقال إنه رغم مرضه قدر يحفظ القرآن الكريم كاملا. خليني دلوقتي أروح مع حضراتكم لفنان آخر وهي الفنانة ميمي شكيب. الفنانة ميمي شكيب اسمها الحقيقي أمنية، اتولدت في عائلة ثرية جدا وتربت في القصور والسرايات، وتزوجت من الفنان سراج منير، وكان ليها أخت وحيدة هي الفنانة زوزو شكيب، وكانت بتكبرها بأربع سنوات. الفنانة ميمي شكيب بدأت مشوارها الفني مع فرقة نجيب الريحاني وتتلمذت على إيده، وقدمت أفلام كتير جدا، وكانت دايما بتظهر في دور السيدة الأرستقراطية، ودي يمكن شخصية كانت بتشبه لي شخصيتها في الحقيقة لحد كبير جدا. خليني أقول لحضراتكم أنه الفنانة ميمي شكيب كانت بتحب السهر وحياة الحرية والانطلاق، ويمكن البعض فسر ده بأنها قضت سنوات كتير جدا بتعاني في طفولتها، لأن والدها كان بيحرمها من الخروج إلا للمدرسة فقط. لكن فجأة حياتها اتقلبت رأسا على عقب في إحدى السهرات، وده لما مباحث الأداب ألقت القبض عليها، وكان معاها مجموعة من الفنانات الشابات، ووجهت لهم تهمة إدارة شبكة دعارة، وأصبحت القضية حديث الصحف والشارع المصري. في الوقت ده ابتعدت عنها الأضواء، وابتعد عنها المخرجين والمنتجين، وبقت في عزلة تامة جدا رغم حصولها على البراءة في هذه القضية. لكن الموضوع أثر بشكل كبير جدا على حالتها النفسية، ودخلت مستشفى للتأهيل النفسي، وفضلت فيها شهور طويلة. انتهت حياتها بقتلها وإلقائها من شرفة منزلها في منطقة وسط البلد على يد مجهول. خلينا نروح لقصة فنان آخر وهو النجم الكوميدي المحبوب الراحل جورج سيدهم. جورج سيدهم صاحب الوجه الممتلئ بالبهجة والابتسامة واللي دايما بتلازمه في كل تعبيراته.
جورج سيدهم كان نجم ساطع دايما في عالم الفن، وبدأ حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع الضيف أحمد وسمير غانم، وكان متميز جدا جدا في إجادة تقديم الأدوار السينمائية النسائية الساخرة، وقدرته كمان على الغناء وأداء السكتشات المسرحية بشكل احترافي. خليني أقول لحضراتكم أنه بقدر حبه للحياة، بقدر ما تحمل معاناة كبيرة جدا جدا، الفنان جورج سيدهم قضى جزء كبير جدا من حياته طريح الفراش أو على كرسي متحرك، وده بعد ما أصيب بجلطة في المخ أثرت على مراكز النطق والحركة، وفضل 20 سنة على هذا الحال. خليني أروح مع حضراتكم لفنان آخر، وهي الفنانة وداد حمدي. فنانة وداد حمدي اشتهرت بتقديم أدوار الخادمة خفيفة الظل في السينما المصرية، وداد حمدي ليها أكتر من 600 عمل مسرحي وسينمائي. تزوجت 3 مرات، منهم محمد الموجي، محمد الطوخي، وصلاح قبيل، وماتت غدر في عام 1994 بعد ما قام الريجيسير بطعنها بالسكين 3 مرات بدافع السرقة، ولم يجد في شقتها سوى بعض الجنيهات القليلة، وتم الحكم عليه بالإعدام. خلينا نروح لفنان آخر، وهو الفنان عبد السلام النابلسي. حقيقة احنا ما بنقدرش ابدا ننساه، لان كل افهاته في السينما لسه عالقة في اذهاننا جميعا. هو فنان من اصول فلسطينية سورية، اتولد في قرية عقار في لبنان، واشتهر بخفة دمه وادواره اللامعة اللي قدمها مع عدد كبير جدا من عمالقة الزمن الجميل زي عبد الحليم حافظ واسماعيل ياسين وفريد الاطرش وفاتن حمامة وغيرهم كتير من النجوم. استحوذ على لقب أشهر عازب في السينما المصرية حتى عامه 60، وده بعد ما تزوج من فتاة صغيرة بلبنان. بعد سنوات طويلة من النجومية فوجئ النابلسي في عام 1962 بمطاردة الضرائب المصرية ليه، واللي طلبته بسداد مبلغ 13,000 جنيه. ده طبعا كان مبلغ كبير جدا جدا في وقتها، يعني اضطر انه يهرب للبنان ويعيش هناك، وانتج العديد من الاعمال السينمائية اللبنانية. لكن الموضوع مخلصش على كده، لان عبد السلام النابلسي بذل العديد من المحاولات للعودة لمصر والتصالح مع الضرائب المصرية، لكن للأسف الأزمة زادت وحجزت الضرائب على شقته وممتلكاته في مصر، وظلت المعاناة بتلاحقه واحدة تلو الأخرى في آخر أيامه، وأعلن إفلاسه وعانى بعدها بألام مبرحة جدا في القلب، حتى أنه امتنع عن الطعام قبل ما يتوفى بيومين، وتوفي فقيرا لا يمتلك شيء سوى يعني محبة الجمهور وأعماله التي ما زالت خالدة حتى الآن. خلينا نروح لفنان آخر، وهو الفنان الراحل يونس شلبي. يونس شلبي صاحب الوجه الطفولي البريء أو عاطف السكري في أشهر الأعمال المسرحية، مسرحية العيال كبرت، كان المرض والفقر هما نهايته المأساوية الحقيقة، وده بعد ما سطع نجمه وبدأ في الخفوت وانحصر في الأدوار الصغيرة، وأصيب بأمراض القلب والسكر، وعمل كمان عملية قلب مفتوح، وظل ملازما الفراش لسنوات حتى اضطر لبيع كل ما يملكه لينفق على تكاليف علاجه. كان دايما بيشكو من تجاهل زملائه في الوسط الفني، حتى ان كمان يعني زوجته طلبت من الحكومة المصرية معالجته على نفقة الدولة. توفي
يونس شلبي في عام 2007 ودفن بالمنصورة، حتى يعني كمان جنازته كانت خالية تماما من كل النجوم اللي صعدوا معاه في الوسط الفني. خلينا نروح لفنان آخر وهو الفنان عبد الفتاح الأسري. عبد الفتاح الأسري قصته يمكن مميزة جدا لأنه عاش المعاناة من البداية، من بداية حياته وحتى نهايتها. زي الكلام ده هقول لحضراتكم حالا انه عبد الفتاح الأسري كان عمله في التمثيل ضد رغبة والده الرجل الثري تاجر الذهب اللي هدده بالحرمان من ثروته لو تمسك بانه يمتهن مهنة التمثيل. لكن ضحى عبد الفتاح الأسري بالورث من اجل عشقه للفن. اشتهر بدور المعلم ابن البلد، وخليني أقول كمان لحضراتكم أنه الفنان عبد الفتاح الأسري كان صاحب كم كبير جدا من الإفيهات المضحكة واللي فضلت محفورة في أذهاننا جميعا حتى الآن وبنفتكرها باستمرار، وحتى كمان يعني الكوميكس اللي بتتاخد يعني في الأيام دي زمن السوشيال ميديا يعني يمكن من مخزون الصور وشخصية عبد الفتاح الأسري. فضل نجم ساطع جدا لحد ما حصلت المأساة على خشبة المسرح أمام صديق عمره إسماعيل ياسين. وقتها صرخ عبد الفتاح الأسري صرخة شديدة جدا وقال حرفيا أنا مش شايف حاجة. فضل الجمهور يضحك معتقدين أنه ده إفيه جديد في المسرحية، لكن للأسف ما كانش إفيه. وأدرك وقتها الفنان إسماعيل ياسين حقيقة الأمر وأنه أصيب بالعمى وخرج بي من خلف الكواليس. والحقيقة كمان أنه الحكاية يعني ما انتهتش لحد كده. بعد ما فقد بصره طلبت زوجته الطلاق منه، وده بعد ما تمكنت من الحصول على يعني امضته على جميع ممتلكاته. وبعدها تزوجت من شاب كان بيعطف عليه الأسري وأصبح فقيرا معدوما بيعيش في غرفة تحت السلم وأصيب بتصلب الشرايين اللي أثرت على مخه وفقد الذاكرة. بعدها تدهورت حالته الصحية وتوفي في عام 1964. خلينا دلوقتي نروح لأشهر وجه مبتسم في السينما المصرية، أبو ضحكة جنان زي ما كان بيلقب دايما الفنان الكبير إسماعيل ياسين. الفنان إسماعيل ياسين أسعد جمهوره كتير جدا من خلال أعماله ورسم البسمة على وجه الجميع. سمعة حفر اسمه بحروف من ذهب كأفضل فناني الكوميديا في تاريخ السينما المصرية. لكن بالرغم من أنه لا يتمتع بالوسامة والجمال فإنه استحوذ على قلوب الجميع بخفة ظله وطبته وتلقائيته وتلقائية أدائه وضحكته الشهيرة. كمان إفيهاته اللي كانت أو اللي كان مشهور بيها بشكل كبير جدا جدا في السينما المصرية واللي لسه بنقلدها لحد النهاردة. لكن تعرفوا انه عمر ما حد تخيل ان المأساة والمعاناة اللي عاشها الفنان اسماعيل ياسين هي دي هتكون نهايته. عاش في اخر ايامه حزين ومفلس تماما بعد ما تراكمت الضرائب عليه وطلبته الحكومة بسددها، وده كمان بعد ما اضطر لتصفية فرقته المسرحية وباع العمارة اللي كان بيمتلكها. وبعد كده أصيب بأمراض القلب وفارق الحياة في عام 1972 بعد ما أصيب بأزمة قلبية حادة.
دي كانت تغطيتنا عن نجوم الزمن الجميل اللي رغم انهم امتعونا ودايما كنا بنشوف انهم فنانين بيتمتعوا بالبهجة وبالضحكة، وكتير منهم متعونا بموسيقاهم العظيمة اللي حتى الان بنتمتع بيها وبنفتخر ان احنا عندنا في رصدنا في السينما المصرية نجوم كهؤلاء. ما كناش نعرف قصص عنهم وعن حياتهم الشخصية ونهايتهم المأساوية والحزينة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.